السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله راح نديروا مطلوع العشر دقائق بالسميد، وصفة بإذن الله ناجحة 100% وسهلة سريعة تفيد خاصة المبتدئات. اذا قبل ما نبدأ في الوصفة تاعنا، اذا كنتم اول مرة تشوفوا القناة ندعوكم تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش توصلكم الوصفات الجديدة ان شاء الله. اذا الخطوة الاولى، واش نحتاجوا؟ تستعمل هذا الكيلة تاع الكاس، وانتم راح تستعملوا الكيلة يعني اللي تساعدكم على حسب افراد العائلة، المهم نفس الكيلة هي اللي تخدموا بها كلش. انا هنا عندي زوج كيلات تاع سميد متوسط، نوعية السميد اللي استخدمته هي مكسيكالي متوسط، وهنايا عندي زوج كيلات تاع الماء الدافي، معناها زوج كيلات سميد مع زوج كيلات ما دافي، ولا تقدروا تستعملوا كيلة كبيرة تاع سميد مع كيلة كبيرة تاع ما دافي، المهم تبعوا الكيلات. مع كامل الكيلات يعني اذا كانت الكيلة كبيرة او صغيرة، نحتاج زوج مغارف كبار تاع خميرة الخبز وملعقة سكر ممسوحة. على بالي المطلوع تقولوا لي ما فيهش السكر، بصح في هذا بالذات المطلوع نحتاج السكر لانه يساعد الخميرة باش تتفاعل وتعطينا النتيجة اللي نحوس عليها. في لو بول تاعنا تاع لو بيترا نحطوا الماء، الماء دافي، لازم دافي. نحطوا السكر والخميرة ونحطوا السميد. نخلط المكونات، نخلطهم مليح باش هذيك الخميرة تدخل تتخلط مع كامل السميد. الان بعد ما خلطت المكونات راح نغطي لو بول تاعي، نديرو في مكان دافئ، حطوه باغ اكزومبل حدا الشوفاج، ولا حطوه شعلو لو فوغ وحطوه حداه، ولا مهم في مكان دافئ، ولا شعلو طابونة كيما حبيتو، المهم نحتاجو المكان يكون دافئ. دوك نغطيه ببابي فيلم، نحطو حدا الشوفاج ونخليه مدة 10 دقائق بالضبط. اذا كنخليوه 10 دقائق راح تنماركيو بلي الخليط تاعنا يعني ضاعف الحجم تاعو، يعني الخميره هذيك تفاعلت. اذا نحطو يخمر نرجع لكم بعد ما فات 10 دقائق. كما راكم تشوفوا الفوليوم تاع الخليط تاعي دوبلا. الان واش حندير؟ راح نهبطو قبل هاوديكم. الان مش حندير، هنايا جبت زوج كيسان اخرين تاع سميد، بصح راح نزيدوهم تدريجيا. الكاس الاول راح نزيدوه كامل، هنا نستعمل يدي ونخلط. كان هنايا راح نبداو نزيدو الكاس الثاني، يعني ممكن نحطوه كامل ممكن نحطو غير النص تاعو. ليسونسييل العجينة تكون طرية. عفوا هنايا نحط قبل الملح، انا حطيت الملح على حسب كمية العجين اللي راح نديرو. نبدا نخلط، يعني اسهل ما يكون، طريقة ناجحة جدا. نزيدو كمية هذاك السميد اللي بقى، معناها خدينا زوج كيسان اخرين تاع السميد. لان هاي ديكم العجينة تاعي تكون طرية باه يجي المطلوع تاعنا خفيف ويجي مفروغ. اذا الان واش حندير؟ هنايا ممكن نزيد شويه سميد، نزيد شويه سميد ونشوف
انه بانت لي طريه بزاف. هي صحيح لازم تجي طريه بصح ماشي ماشي يعني خلا خلا جاريه. اذا ها هي هكا مليحه. دم فوالا، هي تقريبا بالطريقه هذه تعجنت لي نص عجين. الان راح نزيد نعجنها شويه جست ما لاباط تولي ملفه ونرجع لكم. اذا ها هي لاباط نتاعي بعد ما عجنتها. اذا درت حوالي زوج خبزات نقسمهم على اثنين كيما هك. الان راح نجيب واحد لاستيس اللي راح تساعدكم بزاف باش تطيبوا المطلع تاعكم. هي جبت البابي كويسون، هذا راح يساعدكم تهزوا المطلع تاعكم بعد ما يخمر وتطيبوه عادي في الطاجين. اذا في هذه الاثناء شعلت الطابونه باش تسخن يعني الكوزينه مليح، حطيت فوقها الطاجين باش تسخن الكوزينه مليح ويخمر المطلوع تاعنا. وفي نفس الوقت لازم الطاجين يكون سخون قبل ما نطيبو باش بعد ما يخمر ونحطوه ديريكتومون في الطاجين يبقى يعني طالع، يبقى حاكم روحو طالع. نتوما هنايا كي تسخنوا الطاجين مليح وتجو راح تحطوا المطلوع تاعكم باش ما يتحرق لكمش، حذاري انكم ديروا هاد الغلطه. نقصوا الساع، نقصوا في الدقر يعني تاع النار تاع الطابونه تاعكم، ماشي تنقصوا خلاص لدرجه انه بعد ما طيب لكمش، نقصوا غير شويه سيغتو لي في النص، معروف لي في النص يحرق المطلوع، نقصو غير هكا شويه باش يعني يطيب لكم المطلوع تاعكم مليح ويجيكم محمر مليح. اذا انا راح نطرحها ونرجع لكم. هاوليكم المطلوع تاعي بعد ما طرحتو، يعني ما ديروش السمك تاعو رقيق، نخلوه الان نغطوه بسربيطه تكون شويه خفيفه باه يعني انه يطلع لكم اليز. نغطيه ونحطو اباغ، نزيد ندير الخبزه الثانيه ونخليهم مغطيين حتى يخمروا يتضاعف الحجم نتاعهم ونبدا نطيبهم. بعد ما غطيتهم كما راكم تشوفوا ها هما، اذا نخليهم كما قلت لكم حتى يتضاعف الحجم نتاعهم ونطيبوهم. هنا فقط نعطيكم ملاحظه باش تنجح لكم الوصفه لازم تبعوا كامل 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 النصائح اللي نعطيهم لكم، تبعوها مرحله بمرحله وبدقه، يعني اذا تبعتوهم اكيد راح تنجح لكم الوصفه باذن الله. هذه تبعوها معايا مليح. اذا بعد ما خمرت الخبزه الاولى نهزها بها باللو بابي ونحطوها هنا غير شويه هكبات ونقلبوها، يعني ما تخلوهاش حتى تحرق. نهزها هكذا ونبدا نحي لو بابيي غير بالعقل. بعد ما نحيت لو بابيي نبقى مره على مره نقلبوها، كل مره نقلبوها مره على مره، من بعد نوليو نحمروها. قلبتها كل مره نقلبوها ما نخلوهاش حتى تحمر من منطقه معينه او بالاحرى تحرق. اذا هنايا بعد ما تحمرت راح ناخذوها هكا بلوحه تاع السيليكون بالليكون تاع السيليكون وراح نحمروا الجوانب تاعها تحت الطاجين هكذا. طريقة سهلة. اذا بنفس الطريقة راح نزيد نطيب المطلوعة تاعي الاخرى. هنايا العلو تاع المطلوع تاعكم يعني كيما حبيتو، قد ما حبيتو عالي راح تخلوه يخمر بالدرجة اللي حايبينها انتوما.
اذا انا راح نكمل طيبهم نرجع لكم. ها هو المطلوع تاعي، اذا نشوفوا كيفاش. هنا درجه السمك نتوما اللي تحكموا فيها، معناتها قبل ما تطيبوه خلوه يخمر قد ما حبيتوا يعني، ومن بعد طيبوه. ناجح 100%، وصفه يعني سهله سريعه. اذا عجبتكم مالكم غير ديروا لي شان في الفيديو وتشتركوا في القناه، وراح نخلي لكم رابط مجموعتي في الفيسبوك وكذلك الصفحه باش تنضموا ليهم وتشاركوني بتطبيقاتكم. اذا نلتقي في فيديوهات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.